ما طبيعة الصراع الراهن بين إيران والعرب؟ وإلى أي حد تحوي المواجهة بعداً تاريخياً؟ هل ثمة من يغذي المواجهة من الخارج؟ أم أن أسباب التنافس والتناحر داخلية؟ لماذا لا يملك العرب رؤية جامعة للتعامل مع إيران؟ وما هدف الإيرانيين الحقيقي من تمددهم في قلب المنطقة العربية؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان إيران والعرب صراع بين الدين والقومية،